معانا اتوبيس لعيبه النادي الاهلي فور وصوله لملعب المباراه ان شاء الله باذن الله. ثلاث نقاط باذن الله للنادي الاهلي النهارده يواصل فيها مسيره الانتصارات. احنا عارفين اخر 8 مباريات النادي الاهلي فاز بيها جميعا، ان شاء الله النهارده تكون المباراه التاسعه كابتن باذن الله. ان شاء الله كابتن ايمن. بنتكلم في جزء مهم جدا كابتن ايمن، وهو التعيينات، وده شيء مهم جدا جدا، وتفصيله التعيينه. قبل ما نتكلم نروح للحكم ونروح للحكام المساعدين، للتعيينه ذات نفسها كويسه، ده مهم جدا. خلينا اكلمك في حته في النقطه بتاعه التعيينه دي، عشان قريت النهارده لاحد المسؤولين السابقين في لجنه التحكيم على كلام بيتقال ان مش بيريرا هو اللي بيعين كل الحكام. طيب هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي ولا نتكلم بعد الماتش ولا ايه بالظبط؟ لا نتكلم فيه دلوقتي عشان بتنسى بعد الماتش يا كابتن. لا 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 ما اقدرش كابتن. يعني هي